ازيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المفضل. ده انا انا اسمي جيمي رجب وانا عبد المنعم مدبولي. وده برنامج سهرة خميسية يوم الاربعاء. واحنا بنقرقش سمعتين في كوالا ساندويتش بودكاست. اوه يا بيبي لا لا، قول اوه حاجة يا تانية غير. اه ولا واحنا بنقرقش ازاز في كوالا ساندويتش بودكاست. يب يب always go for retard. احنا بنعمل بيبي على افلام هاري بوتر في لا تو دي تو ليه؟ سبيسيفيك ما يعني. خلاص بقى، ماشي، ماشي. ايه ده النهارده نسيت اقفل هنكمل التكييف. يا دي النيل. ماشي، كويس ان انت افتكرت دلوقتي. مش مشكلة لو انتوا سامعين صوت تكييف. ده مش بتاعي، مش تكييفي، عشان الناس اللي فاكرني غني، بس ده ده انا قلت افكت، لكم حاطين افكت. اعطيني افكت تكييف. ماشي، النهارده الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا لا والحلقة دي هنتكلم برضو. احنا من حلقتين، احنا عشان انتوا بس تفهموا السيكونس التسجيل. لا، ما حدش لا هيفهم. لا، يا انا عايز لهوي. اقول، انا ماشي عايز اقول ماشي، قول اتفضل اتفضل. اول جزء واخر جزء في حلقة رقم 26 سجلناه اول امبارح مع حلقة 27. الجزء اللي في النص في حلقة 26 سجلناه دلوقتي. وحلقة حلقة 28 28 بتسجلها اللي دلوقتي. هي بتاعت دلوقتي سجلناها بكرة. لا لا. وجيمي يبقى اخويا في الرضاعة. اخويا في ايه؟ في الرضاعة. وعلى رأي المثل، إلا واخوك من الرضاعة ما تلحسوش كله. مش هكتبها أصلا، مش هكتبها، وحشة أوي. لا، ما ده مش كاتش فريز اوف ذا ويك، دي مش ده كاتش حاجه فريز اوف ذا اسمها على ويك. رأي المثل. اوكي ماشي. ماشي، النهارده عندنا سيجمنتس كتير قوي 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 لازقين في بعض، فيلا يس. بينا نبتدي بسرعه. اول سيجمنت هو الف ارتجالة ورجالة. رجالة رجالة ماشي. ألف رجالة ورجالة. بنجيب your suggestions ك audience، وبنقول انتوا بتقولوا place و time و two characters و situation، واحنا نرتجل based على الكلام اللي انتوا قلتوه. وبنعمل سكتش كتش 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 يس. كتش احنا كادر في من الألولو الحلقة رقم ستيميشن. 26 احنا قلنا اسم يوسف الميهي، ولحد دلوقتي كنا لسه ما عملناهوش، فاحنا هنعمله دلوقتي. انت ما سمعتنيش. انت قلت ايه؟ انت قلت سكتش كادر في الألولو. ماشي. ما خدتش بالي خالص. سكتش ايه كادر ده، في كان ممكن الألولو يبقى اسم حلو قوي في ال لل يعني. بدل ألف ارتجالة وقرف. ماشي. Man, fuck all the men out there بقول لك ايه، harassing تعالى other نفكس men. ليوسف الميهي تاني، تعالى نكسب. ماشي. لا لا، لا، باظ خلاص باظ حرام. باظ. ماشي، يوسف ماشي يوسف. الميهي قايل لنا ايه بقى؟ البلايس زو. وحشة. لا، ماشي. التايم والتايم نون، ماشي والكاركترز تو مونكيز ان ا كيج، ماشي. والسيتويشن رحلة مدرسة بتاعة تالتة ابتدائي جت وبيتفرجوا عليهم. ماشي، يلا بينا. انت هتاخد انهي مونكي؟ اللي على الشمال. وانا هاخد اللي على الشمال برضو، عشان احنا اتنين واحد. لا، انا هاخد اللي على اليمين وانت هتاخد اللي على الشمال. ماشي. هل هما في ميل وفي ميل مونكي؟ I'd like to think ان هيبقى في ميل وفي ميل مونكي في الزو يعني. ما تقعدش تعمل ضابط دي لا ورابط. لا لا انت مش 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 معلقة جرينو. من س... انت مش معلقة علقة في صابر. ايه؟ وحش ايه، قوي. ما معلقة بعرفش في صابر؟ انت مش معلقة بلاستيك في محل صابر. دي ازاي بتعمل ضوابط ورابط؟
انت ممكن تقول انت مش الكاشير اللي في صو... يعني يا يعني انت انت مش لمبة على وز ايوه في درج المكتب. يا نهار ابيض، دي اكتر حاجه ما بتعملش ضوابط، دي اكتر حاجه مهمله في العالم، دي انتي ضوابط. انت مش حباية كتافلام 50 مللي. يا لهوي ايه انت مش ول فلاشية 16 جيجا كفايه يو لازم اس بي تعترف سي بضعفك، يعني مش مشكلة يعني. يو اس بي يعني بي. اي انت عارف ايه؟ عارف اي عارف جرينجو اي بوريتو هتقول انت سات اب وانا يو اقول برضه كول بانش ذيس، لاين. يو كول ذيس فلاشة 16 جيجا. Back where I come from, we call this computer. There you go. ده الفيلد اوف بلاي بتاعك. anyways، الف رجاله ورجاله يا جماعه، يلا بينا نقرا يوسف المية. قال زو نون ايوه اثنين ايوه ايوه مونكيز وفي رحله ماشي مدرسه ماشي ماشي يلا بينا. and سكتش and كادر في القلولو. sketch. بتغني. اسكت يا ولد يا مجنون انت. انسين ايه ده ليه؟ كنت لسه هغني. كنت لسه هدخل اسكت في يا مود ولد يا الغنى. مجنون انت از بيرفكت، ان هو اصلا دي رحله مدرسه مش فاضيه في ام. اي لاف ات، ان هو اساسا احنا جبنا كاركترز بره الرحله، يا دوب في الاغلب ام واخده ابنها عادي برولي بري سكول وكرييتيف وبتاع بره الرحله، وبتقول له بيقول لها بص يا ماما القرود دي بتغني بكل انت تطلع، بتقول له بس يلا يا مجنون انت. يا مش بس يلا يا مجنون، بس يلا يا مجنون انت، انت عشان لو انت حسيت ان في اي حد تاني غيرك بقى هو انت. انت عارف انا في قصة حياتي حصل ايه؟ ايه انا فجأة كل اللايتس حواليا ديمد وبقى في سبوت لايت عليا على المسرح اوكي ولسه هبتدي اغني. لقيتك بتقول لي انسين، فحسيت اللي هو كل حاجة عادي سماشت. معلش، المهم بس I love انا how اتبسطت، it was انا dissected اتبسطت. كده، اللي هو في رحلة مدرسية وفي يوم بس يلا مجنون انت is perfect. نشوف سجشن ماشي كمان وخلاص. ممكن نعمل كلام كتير عايز اقوله من زمان، كلام كتير عايز اقوله عن باتمان، الحارس الذي واجهه الشر. ماشي يلا. ماشي. ممكن بتاعت منار عاشور، يلا بينا. ال The Seven Sky، ماشي دي ايه السما السبعة يعني؟ اوكي، يعني دي انا بسأل، دي السما السبعة؟ دي السما السبعة. دي السما السبعة يعني هتبقى ايه ماشي. يعني؟ معرفش انا ايه Seven Sky ده. هي هما سبع سمامي، وهي هما السما سمامي. السبعة. ماشي مين بقى after tea o'clock. هو ايه ده اللي tea؟ هو الساعة كام ده؟ يعني انت 17 كنت مثلا. متلخبط في النون. الساعة 17. اللي هي خمسة فعلا. واو نايس اوكي نايس، حلو قوي after حلو tea قوي. o'clock. انا جت بالصدفة. نايس الكاركترز موفاسا ونالا ماشي. وبتوع الادن. تشيب 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 بانديل ريسك رينجر. ايه ده الله، كنت بحب قوي الكرتون ده. انا كنت بعشقه، انا كنت يا بعشقه. لهوي. أنا ممكن اعمل سيجمنت كامل على قد ايه انا مش فاكر فيه اي حاجه، بس كنت بحب، فاكر حبي ليه. انا فاكر ماي ميجر كراش على البنت اللي هي انا اصلا مش فاكر اللي سنجابة. كان فيه ده اصلا، انا فاكر ان انا لما كان بيشغلوا مزيكا انا كنت بقوم بقعد اقطع هدومي من الانبساط. شيب شيب المزيكا شيب شيب بانديل ريسكيو رينجرز شيب شيب بانديل. واحلى حاجه ان انا كنت مبسوط ان هي ريسكيو رينجرز مش لايقه على، يعني هي
هي يعني انت لو سمعت اللحن اللي هو تشيب 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 بانديل او ريسكيو رينج، يعني هي هتبقى المفروض تبقى ريسكيو رينج، بس هم كانوا somehow بيسليب ان رينجرز، في اظن بيدخلوا على الفيرس اللي بعده يسيبوا الاي ار عليها تشيب 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 بانديل او ريسكيو رينجرز. اه ده بيزودوها. اه اوكي حلو. لا هم كانوا بيعملوا ريسكيو رينجرز ولا ريسكيو رينجرز، انا مش فاكر صراحة. تشيب تشيب طب تشيب 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 انت مش تشيب فاكر ان تشيب راسكيو رينجرز كانوا اربعة كاركترز، تشيب اند ديل وواحد يعني هم تخين؟ كانوا هم تشيب اند ديل بس. لا يا ابني، كان تشيب اند ديل ومعاهم واحد تخين عنده شنب، والبنت اللي لابسة وانزي دي. واو نايس شيب ستايل. انا بتحرش بسنجابه معنى طويل ماشي. شيب اند ديل ستايل، سنجابه كرتون كمان طويل ديل اند شيب ستايل. Man, I know we're the rescue rangers, but damn, that's a ranger to rescue. ماشي. The seventh sky, after 3 o'clock, Mufasa and Nala, the situation, Simba wants a second wife. ماشي، واحد اتنين. انت مين؟ انا نزيد. انا مين؟ انا انت اختار، انت اختار يلا. انا مفاصا. موافق. وانا نالا. انت فاكر الكاركترز ولا لا؟ نالا ومفاسا وسيمبا لا فاكر هيتجوز مين عليا. دول ولا لا؟ ايوه يا ابني، ما ده كان اول امبارح كنتش فاكر. حاسك نزلت تاني. لا 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 ماشي. and سكتش كادر في القلولو. سكتش كادر في القلولو اسمه احلى بكتير. سكتش كادر في القلولو تحفه. معنى ها معنى ها عجبني ان احنا كاننا مثلا مسجلين الف ارتجاله والرجاله دي مثلا في العشهر العقاري مثلا، ما نغير براحتنا ولا لا لا لا، عشان الناس مبسوطه، عشان continuity consistency. ماما القرود دي بيغنوا حلو قوي. بس يا بلا مجنون بس انت، بس يا متخلف عقليا انت. ماشي ماشي. يلا and sketch. اعمل ايه يا ربي؟ اعمل ايه؟ مين على تم انت تعالى؟ اللي على بيمبا مطلال سيمبا ابن الكلب هيتجوز عليا. ما يعرفش ان هو في مصر عبارة عن بسكوت. انت بتقول ايه؟ هو تقول سيمبا بيتجوز عليا ما يعرفش ان هو في مصر عبارة عن بسكوت. اوحش من شم عيدان سيمبا ابن الكلب. سيمبا ابن ايه ده؟ ايه ده ايه ده ايه اللي إيه 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 في المية ده؟ سيمبا موفاسا؟ نالا موفاسا؟ انت بتعمل ايه يعني؟ انا عارف ان ده الحمام بتاع الرجاله، بس انا يعني هو ده المكان اللي انت بتقابل فيه سيمبا كل يوم؟ هو فين ابني؟ فين سيمبا؟ ما هو شبل ايه؟ ده كبر وبقى ملك. بقى ملك؟ وعمال يقول ابويا كان وسخ وكان كانت الدنيا وحشه ساعته وانا ما بعد اساسا ما احسن من موتني، بعد ما موتني مش جاب لي الزفت البقر ده الغريب ده التخين اللي ده. هو الالتور ده، ولا من هم عارفين ان انا ملك الغابه وجايين بيهاجموني انا؟ انت وقعت ولاد الوسخه. انت ما شفتش الفيلم؟ انت على فكره ما موتكش، وانت هو كان بس بيلعب يعني. هم شايفيني، ما هم يعني مش شايفين يعني، هم يعني انت مؤاخذه يعني انت انا بنت على فكره. ايه انت يا بنت؟ ارحمي ايه امي. ايه ده ايه ده؟ انا بقالي كتير على فكره انا ممكن اطفي الشاشه، انا ممكن اطفي المكالمه يعني. ايه انا ممكن اطفي الميه. اطفي الميه شويه. ايه انت ازاي لسه باين في الحوض؟ ايه ده؟ عشان انا ميستيكال. نايس. طيب ابنك، انا عارف ان انت متضايق منه، كان وي بليز جوين فورسز عشان ابنك هيتجوز عليا. اتجوز عليك ليه؟ ما انت حلوه زي الفل. انتوا مش مخلفين؟ احنا مخلفين تيارا. تيارا بالتيه مش بالكي؟ بالتيه. عشان هو كاتبها غلط في الشهر العقاري بالكاف، بس انا حسيت ان هي بالنسبه لي تيارا. عشان هي تاج راسي. دي فصلتها يعني يعني اسد تاج راسي.
لا لا هي طب لا يعني سيب معلش انا اسفه جدا جدا انا بزعجك، انا عارف ان انت احنا عاي... دخلنا ايه شمال. انا اللي بيجي لي هنا بيبقى عايز حاجة، انت عايزة ايه؟ انا عايز انا يعني انا جوزي هيتجوز ما عليا وهو تقعديش سيمبا، تقعدي تهتهي وبتاع، قولي لي انت عايزة ايه؟ ما هو هيز ذا موست لافابل كاركتر في تاريخ الحياة، وانا مش عارفة اتطلق منه وانت عايز تطلقي منه ليه ان شاء الله؟ عشان هيتجوز عليا. انت عرفت منين ان هو هيتجوز عليك؟ ما هو ماشي مع مع الارنب بتاعه ده. أرنب. أرنب إيه؟ بقول لك يا ولية، أنا ما بحبش، أنا أنت عارف أنا مت ليه أصلاً؟ ما انت وقعت في خرطور كان ماشي كلك. أنا اللي هو كان أخويا الله يرحمه سكار كان ماسك في إيدي، قعد يقول لي لونج ليف ذا كينج يا ابن مش عارف إيه اي وبتاع. مش هو سكار ده يبقى ابويا انا. لا طبعاً. أنت طب ما تخليه يبقى ابويا. انت ما انا ابويا فين؟ انا ابوكي، ما هو ما الناس بتقول ايه، ان هو اصلا سيمبا ونيلا عايزين يتجوزوا وبيحبوا بعض وبتاع، وهم اصلا مش مدركين ان كل الاسود بيبقى فيه راجل حلو، كل الأسود بيبقى فيه راجل. بيبقى فيه راجل معاهم بينام بقى مع كل النسوان دول ويخلفوا منهم. معناه ايه بقى؟ ان إن سيمبا أنا وسيمبا إخوات؟ يا اما ستيب، بس ما اظنش ستيب يا إما إخوات؟ عشان سرابي زوجتي جميلة، انا ما خلفتش منها غير سيمبا، ما خلفتش منها غير سيمبا. يا دي النيلة يا عم ارحمنا بقى، قول لي اعمل ايه دلوقتي. سي انا وهو اخوات بس خلاص، ده ما جاش في الحلقة الثالثة او في الفيلم الجزء الثاني ولا حتى في الانيميشن الجديد تمام الحلو ده. حلو لطيف، تمام. ممكن اعرف ازاي اخليه ما يتجوزش عليا؟ لا انت وشطارتك بقى تدلعي كده اهو، مش انت على طول عريانة؟ وهو كمان ما خلاص بقى. انسين. ايه القرف ده، وحش قوي. ماشي لا بلاش انسين. انا مش هننهيها لما نلاقيها حاجة حلوة. ايوه ما هي ماشيه حلو كله بس ايه يعني ماشي. فين رفيقي؟ ايه فين رفيقي؟ رفيقك مين؟ رفيقي صاحبي يعني، مين هو رفيقي ازقوز؟ رفيقي يا وليه، القرد البابون البابون. ابو شكلك يا بنت، رفيقي رفيق طب بس سيمبا جاي، سيمبا جاي، سيمبا جاي، ماشي، سيمبا هو جاي، سيمبا استخبى، جاي. اثبت ما تهزيش الميه، ما تهزيش الميه. نالا نالا، ايه فين عايز ايه؟ الكوكايين؟ ايه؟ فين الكوكايين؟ انت جبت كوكايين منين يا سيمبا؟ فين الكوكايين يا خلاص يا بيه؟ سيمبا ما تضربنيش، انا اسفه. فين الكوكايين؟ اهو امسك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه؟ ايه ده ايه؟ ايه ده، انت عريانة؟ انت بتكلمي ابويا فيديو كول وانت عريانة؟ سيمبا بطل سيمبا، انت طلعت بتاع مراتي يوتي، بتعملوا ايه؟ يعني انا هو شايف ان ده انسين حلو، انا شايف ان هنا انسين يعني كويسة. هو يعني هو هو دخل شاف مراته عريانة يعني هو هيتجوز عليها شايفة وش ومتضايق، أبوه في حوض متضايق يعني. ان مراته اللي هو اصلا بيخونها بتخونه مع باباه الميت. أيوة and I think it's a good end scene، وإن هو في موضوع إن هو بقى طب ليه ما مدمن is a قلتش good. انسين؟ إيه؟ ليه ما قلتش انسين؟ ما أنا استنيت لما تضحك. ان سين يا جماعة شكرا، ده كان ألف ارتجالة ورجالة. إيه، في حاجات بتبقى حلوة، في حاجات بتبقى وحشة، طز فيكو. ايه بس كده، شيل التاي. عايز تعمل واحدة كمان ولا كفاية كده عليهم؟ لا لا خلاص كفاية انا كده. ماشي ماشي دلوقتي مع سيجمنت احنا بنحبه بس وبقى هو غريب شوية. ايه ده بجد؟ هو اسمه ازاي تاخد حيطة وتسمع الزيطة. لا لا وحش سوري انا قوي، اسف انا اسف وحش انا اسف قوي. انا اسف انا اسف انا اسف. السيجمنت اللي جاي سيجمنت بقالنا كتير ما عملناهوش، اسمه فان ميل. شكرا تايم. ماشي، الفان ميل احنا بنقعد نقرا حاجات كتيرة بس النهاردة احنا مش هنقرا. اهو
احنا اللي احنا جالنا هنعمله، ان احنا من 3 حلقات كنا اتكلمنا، كان في حلقة اسمها كنزي جامدة على اوي جامد اوي قلب بجد. اوي كنزي اجمد من كنزي، اللي هي اجمد من كنزي، اللي هي ايوه اجمد اللي من هي كنزي، بتتكلم كده اللي هي على طول باكل رفيعة بس على البطاطا، السنة تخينة، اللي هي باكل بطاطا، حياتها احسن مننا باكل شوكولاتة، كلنا. حياتها احسن من حياتها. اه لا قلطة. قلطة، انا باكل بطاطا ياه، وبحب باكل سلطة، بس اسمها الدقيق، سلطة بس الدقيق عشان هي مش سلطة. ماشي. المهم احنا جالنا ففي صديقة للبرنامج اسمها نو هير. ياه. ايوه فنوهير كانت بعتت لنا فويس نوت، ودي حاجة احنا we want to encourage in the future. لو بعتولنا voice notes and they're good and funny، مش مفهومش شتايم، مفهومش قرف، او حط شتايم لو عايزين، احنا نحط بليبرز. bleepers، لو عايزين تبعتولنا voice notes there might be an opportunity ان انتوا تبقوا played live. بس بنسألكم اكيد يعني، مش بنسجلها تدبيسة يعني. مش consent، يا طبعا بناخد consent. يب بس فنهير وافقت ان احنا نستريم ذس، وانتوا لو عايزين تعملوا زيها بليز دو. سو ليتس جو جيمي. ايه اعمل ايه؟ ما اعرفش، انت اللي هتدوس على الزرار اللي بيسمعنا نهير. ده زرار كبير قوي. بس دوس عليه بمناخيرك. ماشي كوليكوس. هاي، انتوا كنتوا بتسألوا ليه كنزي عمرها ما بتتخن. What I'm going to say دلوقتي is really intellectual and actually scientifically proven. إن انتوا لما بتاكلوا بالراحة you actually get fuller faster. فأنا كنزي بجد باكل، بحب لما اكل all the organic vegan expensive shit I eat. بسيفر every bite، وبحس ان كل بسلاية باكلها بتلمس روحي. فبجت really satisfied ومبسوطة قوي. وانا عمري ما بتخن، I never get fat because ايه وفات يعني ايه القرف ده. ليه بقول انا ايه ده تخنت قوي؟ علشان من كتر ما انا spiritual وبعمل meditation و all sorts of ethnic Indian shit، بس انا really white في نفس الوقت، I get in contact with my other Kenzie in the parallel universe. And that other Kenzie is actually slightly fat. فببقى اللي هو ايه ده انا اتخنت قوي في البارال يونيفرس مش دلوقتي، عشان انا عارفه اتواصل في الاثنين. فبحاول اللي هو ببقى اللي هو ايه ده انا اتخنت قوي هناك، بس في نفس الوقت عشان انا عارفه اتواصل معاها بس هي مش عارفه تتواصل معايا عشان هي she's not as spiritual as I am. بحاول ابعت لها سيجنلز كده عشان تحس اللي هو ايه ده انا اتخنت فعلا، فتخس، فما بقاش في ولا كنزي في اي يونيفرس that's fat. and that's يعني لما ده يتحقق ان كل الكنزيز في كل البارال يونيفرسز يبقوا رفيعين، انا هموت. ياه نهير كانت بتضحك قوي. لا لا لا، احنا ما سمعناش ده، احنا ما سمعناش، احنا سمعناه من بدري احنا يعني. سمعناه من 3 ايام، بس هي كانت شي نيلد ال مش عارف المفروض نسمعها دلوقتي عشان نفتكر صح؟ لا لا لا، هي شي نيلد ال انا عايز الكنزي. افتكر. ماشي افتكر انت. بجد؟ لا لا، انا حاسس ان خلاص هي عملت، هي شي نيلد ات. اه موضوع البسله ان هي بتاكل بسله بسلايه، بسله ببسلتها، ها بسله ببسلايه ببسلتها. اه هي مشكله ان هي بتقول يعني هي وايت اس شيت، هي قالت ان هي انا ام وايت اس شيت، بس هي مش وايت اس شيت، لان شيت از نوت وايت unless you're a bird and Kenzie is not a bird. ايه ده؟ Kenzie is ايه a كل ده؟ free spirited human being. اه دي هي كانت كمان قالت داونفول بتاعت اسمه ايه نهير. ده؟ قالت انه ان هي قالت ان هي بتاكل بسلة عشان كل بسلاية بتلمس روحها. ان هي حاسه ان هي عندها جول ان هي تبقى كونكتد مع مع نفسها في كل الالترناتيف يونيفرسز، عشان عايزاهم كلهم يخسوا. عشان كده هي لحد دلوقتي حاسه ان هي تخينه. عشان هي عندها 15 كنزي كلهم تخان، كلهم في واحدة فيهم بتكلب دي تخينة، واحنا تخينة، كلنا حاسين ان احنا تخان. eat pray وهي بقى love بالذات. eat pray love anyways do بس this
send us Oh, more thank you, of Noir. this. It's a funny shit. Funny shit بزيادة. Yes, thank you so much for being a good friend للبرنامج مش لينا, because we don't care أوي. Cause we don't know you, girl. Yeah, hell yeah. المهم ابعتوا لنا حاجات زي ده, and I think لو احنا كنا مش كسلانين ان انتوا هتبقوا شفتوا فيديو طلع الاسبوع اللي فات اهو بيكلمكم عن حاجة اسمها الانونسمنت صح، انا نسيت حاجة اسمها بيبي بيبي كوالا بوكو كاكو بيبي كوالا بيبي كوالا. ده حاجة احنا we're excited to do. Yes, it's an initiative. Entrepreneurship. it's a startup entrepreneurship initiative. Enterprise franchise of kind of helping corporation. متمول من اليونيسف, يونسكو, WHO, WHRO, عشان خاطر يشجع التالنتس الجديدة اللي نفسها تبقى بتعمل كوالا ساندويتش. يس. انت عارف ان انا طول عمري اها يعني قبل ما اعمل كوميدي او قبل ما العب مزيكا او حاجة دايما بروح الحفلات. ودايما كان بيبقى فيه فانتزي عندي كده ان هو وات اف الراجل اللي اون ستيج ده قال يا جماعة I'm giving this 5 minutes away, اللي عايز يطلع to do anything just come up and do it. انا بيجيلي فانتزي دي كتير قوي 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 لحد لما انا بقيت يعني I kept having this fantasy مثلا for 4 5 سنين او 6 سنين اللي كنت بحضر فيهم كل حاجة قبل ما بقى بطلع على stages وبتاع, و دايما كان في حلمي ان انا اعمل ده انا, فاهم؟ ايوه فاهم لان قصدك. اكيد في ناس في الستيج هيبقى نفسها تطلع او تعمل حاجة, انا عارف ان هو الناس قاعدين في الاودينس نفسهم بس they never had the chance يس او الاوبورتيونيتي او الشجاعة الكافية. وعايز ودايما بيجي لي حته اللي هو ان مثلا كوميديان مثلا ما يجيش فيقولوا يا جماعه طب احنا محتاجين حد، فيقولوا جيمي طب ما تطلع. يا ياه, لهوي، ببقى نفسي قوي يعني في انا اللحظات دي. الفيلينج ده بيجي لي حتى وانا خلاص، انا يعني انا اللي طالعين اون ستيج بيبقوا عارفيني وعارفين ان انا في الاودينس، ببقى نفسي في اللحظه دي قوي. انا نفسي يبقى حد يديني المايك يقول لنا ما تقول لنا حاجه بقى. اللي هو ايه ده، ديف شابيل دخل ادوا له مايك. ببقى نفسي يجي لي anyways, الفيلينج this ده. is my dream to give people who never had a chance ان هم يس يسمعوا يس نفسهم في يس يس بودكاست او يعملوا ده, so this is me giving back my dream. عشان عمري ما هعمل كده على الستيج, cause my time is my time bitch. المهم، فاحنا عايزينكم برضو في هيئة فويس نوتس او كده، سواء على انستغرام دي امز، اظن ده بيبقى اسهل واحدة، يعني ان انتوا تبعتوا انستغرام دي امز وتعملوا ريكوردينج من عليها. بس خلي بالكم ان هي بتريكورد 1 مينيت ات ا تايم، فانتوا وفيسبوك انبوكس هتضطر برضو بيعمل نفس فيسبوك الموضوع, انبوكس ممكن تعملوا كده يعني. او لو عايزين ان انتوا تسجلوا اي ريكومند اب اسمه فويس ريكوردر على اندرويد, موجود على ابل ستور برضو لو انتوا اغنياء معاكم ايفون. لو انتم بتنزلوا لينكس على ويندوز وبتاع والحاجات دي موتوا. وممكن تبعتوا لنا احنا على الايميل برضو لو عايزين، كوالا جي اف ساندويتش ات جيميل دوت كوم. جي اف مش جي اف، جي اف افتكرها ان جيمي جي وفاروق، فور جومانجي. هي جي اف جيمي فاروق يعني. ايه ده نايس. كوالا جي اف ساندويتش نايس. انت ليه ات بتقول جيميل اسمك دوت كوم قبل اسمي؟ ليه؟ ليه بتقول اسمك قبل اسمي؟ عشان انا بطل. لا مش عارف، اصل انا ليه هقول اسمك قبل اسمي؟ بالظبط. لا انا ليه هقول اسمك قبل اسمي؟ بالظبط. خلاص انت رديت على نفسك يعني. anyways ابعتوا لنا. the idea is ان انتوا to get together, او لو عايزين لوحدكم بس يفضل ان انتوا تعملوها in pairs عشان we want to encourage creativity and yes. having fun. get together, stay safe. هاتوا موبايل واحد ما بينكم او سجلوا اتكلموا، يعني كلموا بعض على التليفون وسجلوا، بس يعني الاحسن ان انتوا تبقوا في نفس السبيس عشان الريكوردنج لما يتبعت لنا يبقى كويس يعني. Yes. وحاولوا ان انتوا ما تبقوش في دوشه حواليكم، لو في اصوات راندم ماشي ما عندناش مشكله، بس ما يبقاش مثلا الريكوردنج واحد بتاع بتاعكم بيكيا بيبيع بصل مثلا. لا ماشي عادي، وساعتها علقوا على الموضوع عادي. بس انا قصدي ما يبقاش في صوت صدى، يعني انتوا صوتكم ما يبقاش اللي هو محمود محمود محمود. مش كده. ما تسجلوش ابدا يا ما جماعه في تسجلوش جبل في ايفرست جراند كانيون. في جراند كانيون. واعملوا اي سيجمنت من السيجمنتس بتاعتنا
اي حاجة، انتوا عندكوا a lot of segments، يس. اختاروا اي موضوع انتوا عايزينه. you guys were very creative في الف بس ارتجالة يعني ورجالة. في سيجمنتس اكيد برضو يبعدوا عنها عشان احنا مش ده اللي احنا عايزينه، اكيد مش هتعملوا فان ميل بس. او ولا ممكن واقف اعملوه، حال، لا ممكن ولا يعمل واقف ممكن حال. يعملوه كانهم هم سيلبريتيز يعني. يعني احنا جالنا لا بقى لا ما النهارده. تقعدش تعقد عليهم، احنا بس عايزين 3 to 5 minutes ادريت segments. بيتك، how did you end up here، هاتوا اي خبر وابعتوا لنا الخبر Why did عشان I مش عارف kill ايه. Phantom of the Sima؟ ما تزودوش عن 5 دقايق، لان لو زودتوا على 5 دقايق للاسف يس. هنقصها ل3 دقايق وبعدين مش هنحطها. هي بس عشان عايزين، نقرف الفويس فايل. ما عنديش مشكلة لو عملتوا اوكي تمام، لو انتوا هتعرفوا تسجلوها. تلعبوا مزيكا. 5 second segment عايزين تعملوا هتبسط ألف قوي لو حد ارتجالة بعت لنا 5 ورجالة. second، لو حد بعت لنا 5 second segment هتبسط قوي، لو حد بعت لنا أيوة. عبارة عن 30 ثانية بس كده. أنا هبسط قوي، بنحب السيجمنتس الصغيرة بس اتس كول. وإن مؤامرة شاء الله النظرية، كل الابيسودز، كل ميس السيجمنتس باسترز، دي. لو تقدروا تعملوا ميس باسترز هتبقوا جامدين جدا. طبعا ميس باسترز إذا هاي يعني لو عملتوها هتبقوا تحفة. بس أبديت إسلام will be intrigued. I'll be intrigued لو حد عايز يخش في الهم ده بس يكمل على اللي احنا قلناه بالظبط. اللي هو كان ايه و بقى. Absurdy Birdy don't ever ابسيت 'cause it بيرتي sucks. انا برجحها يعني، أنا بس برجحها. تبقوا متأكدين ان انتوا هتبقوا funny while doing it يعني. لا احنا كده لا لا كده، بص احنا كده كده لا لا you هنسمع. don't have to be very funny. عادي just do يعني، لا it. ما تحسوش ان انتوا مفيش ايه ده، بس pressure. انا حاسه ان مش هضحك قوي. لا 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 عادي عادي عادي. This is your time. Send us voice no send us a recording عايزين على تعملوا email. كاتش فريز اوف ذا ويك، ماشي. عايزين تعملوا اسمه ايه، عايزين تقولوا بو مشولة، هي جرينجو. اي اي حاجة حاجة اي حاجة من عايزين الحاجات تتكلموا عن الكابتن ماجد النكروفيليا بس. استخدم. عايزين لا نكروفيليا. ممكن اعملوا اللي انتوا عايزينه. يس. mainly سفينة الصحراء. ممكن احط لكم ساوند افكتس يا لو if you had a hard time to imagine، او لو انتوا نفسكم قوي ومش قادرين. ابعتوا لنا. ممكن تبعتوا لنا هنحاول نساعدكم، بس مش هنحاول نقول لكم ايه بالظبط اللي تقولوه. we can give يس. يعني up انتوا to مثلا 3 ممكن hints. تبعتوا لنا مثلا إيه، انا نفسي اعمل ديبيت بيتك بس مش عارف اعمل كذا، فهساعدكم مثلا نقول لكم عشان تبقى suggestions خليكم مثلا. كرييتيف اكتر. يس. do this ابعتوا لنا. we're very very excited. المفروض ان ده يتذاع على episode 30 او 31. we don't know yet. مش عارف حسب ليه بقى قلت 31 هتبعتوا لنا عشان امتى. 30 عشان هي دي اللي هنحتفل فيها ان احنا 30 episode. يب هنعرض ال segments دي ان شاء الله كلها. يب and we're waiting for you and thank you so much for your support and man fuck fuck ya cockroaches. shit is tight. like ماشي. fuck ya but that shit is tight though. انا متحمس اوي، نفسي الناس تبعت فعلا. ما حدش هيبعت حاجة. تعالوا نقعد نسجل احنا باصوات مختلفة. هي ميكي مش انا بودكاست. انا اسمي محمود وانا اوكي تمام. طبعا you guys have 1 week من لما تسمعوا الابيسود دي. ماشي you guys have 1 week تبعتوا لنا. لا ليه؟ خليها 10 days. ليه؟ 10 days. ليه 10 days؟ 1 week؟ لا يبعتوا في الوقت اللي هم عايزينه. ما عشان احنا هنسجل يعني احنا 1 week عشان بعد ابيسود 29 نبقى فاهمين. انا فاهم، بس احنا حتى لو في حاجه اتسجلت واحنا اصلا خلاص خلصنا ابيسود 30 ممكن نبقى نستعملها بعدين. ماشي اتفقنا خلاص. you guys have 2 ابعتوا لنا weeks. in general في حياتكم يعني لو عايزين. 2 weeks 2 weeks 2 Man, weeks fuck 2 you. I weeks don't give a shit. I don't give a flying fuck, motherfucker. في ايه؟ me snizzle. me hey hey puta. you call this snizzle? Back where I come from, we call this sneaker. Hi. nice. Okay. ماشي. السيجمنت اللي جاي؟ السيجمنت اللي جاي عن الأرنوب. السيجمنت اللي جاي اسمه كان يا مكان كمان مرة upon a time in Hollywood, motherfucker. Shit is tight. Yeah. كان يا مكان عبارة عن قصص أطفال بتبقى احنا very existential and weird. yes. احنا بنكتبها one line at a time على واتساب. yes. بس فهي ارتجالية بس متحضرة لما تسمعوها. حبست قوي لو الناس بعتولنا كان يا مكان برضه. يا رهيبة لهوي يعني. صح. تبقى رهيبة. او توت توت قطر قطر كبير قوي. ازاي كده بجد يا جماعة؟ حرام عليكم بجد. يعني الناس هيلاقوا difficulty ان هم يفتكروا اسامي السيجمنتس اصلا. ماشي. يب.
ممكن طيب يبعتوا لنا يا جماعة، فكر ادينا لو مزيكا، ادينا عايزيننا مزيكا، نفكركم بأسامي السيجمنتس ابعتوا لنا، أي سؤال ادينا عندكم مزيكا، ابعتوا لنا. خلاص مش لازم نبين ان احنا نيدي قوي كده. أنا عايز يا ميس يا ميس، ماشي انا نيدي قوي. من من جوايا جوايا نفسي اكل بطاطي. بطاطي، بطاطي محمرة. and يلا يلا scene. يلا، ادلنا. اه نايس، ماشي ادلنا ادلنا مزيكة اطفال. and music. شخبط شخابيك. ولا ماشي. سيمبا. ماشي. الأرنوب صحي تاني يوم حاسس بنشاط غير عادي، وقرر يعمل مغامرة ممكن سهلة تعلي صوتك بس واستريت. عشان بدأ. اه حاضر حاضر حاضر. الأرنوب صحي صوتك تاني زي ما هو يوم. بالظبط. لا 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 والله مش زي ما هو. طيب ماشي. الأرنوب ها، لا لا لا، يلا يلا. صحي تاني يوم انا قصدي مش بحاسس لازم تبقى، بنشاط. مش لازم لا تبقى ماشي soothing ماشي قوي ماشي. يعني. الأرنوب ايوه صحي تاني يوم حاسس بنشاط غير عادي، وقرر يعمل مغامرة سهلة وستريت فورورد المرة دي عشان الناس ما تتوهش هما بيقروا قصصه. الأرنوب أصله كان دايما بيتمنى الناس تقرأ عن الحاجات اللي بيعملها في حياته، لكن كان دايما بيحس ان اي accomplishment بيعمله بيبقى انه اكل حاجة، وحتى دي بيفشل فيها على طول. الله، طيب ايه الحل يا ارنوب يا مسكين؟ فكر الارنوب مرارا وتكرارا وراجع نفسه، وقرر انه عشان الناس تتكلم عنه وتعرف انجازاته اللي مش موجودة اصلا، قرر انه يبقى internet sensation. مش عارف انا انا ايه مش الصوت عارف، اللي انا انا ما اعرفش عملته ايه الصوت ده. دلوقتي. هو ده الانترنت سنسيشن يعني، لما جاستن بيبر وهو صغير لما كان بيعزف على يوتيوب، او لما اكتشفوه سمع كده، سمع انترنت سنسيشنز. الارنوب عجبته قوي الفكره بتاع جاستن بيبر دي. لو بقى انفلونسر الناس هتقرا قصصه وهيتحب جامد. قرر ان اول حاجه لازم يجيب كاميرا وفلاش مدور، لبس السالوبيت. ليه ليه ما اعرف. وراح محل الكاميرات بس لقاه مقفول ومكتوب مغلق للصلاه. بص من الازاز لقى قرود قاعدين جوه، وقدامهم ارنوبه صغيره مربوطه على الارض، وفي قرد بيقرب منها ماسك في ايده شومه. بومه شوله. فكرت فيه انا كمان. قعد ينط عشان يطول الفاترينه، وكل ما ينط بوينج، انتو بوينج يا جدعان بوينج، ما عندكمش اخوات بنات ولا ايه؟ كل القرود بصوا على الفاترينا، وواحد من القرود راح للباب بكل احترام ولباقة وفتح الباب وقال له، يعني انت قصدك ان لو ما عندناش اخوات بنات عادي يعني نعمل اللي احنا عايزينه؟ الارنوب قاعد يتهته، ايه ايه لا مش قصدي، ايه يعني ليه ما نحترمش البنات عامة؟ ايه اصل الارنوب اللي جوه دي انتوا بتنتهكوا عرضها. لا احنا اولاد وسخ عادي. لا لا دي احنا لازم لازم نقولها مع بعض. ماشي، واحد اتنين تلاتة. لا احنا اولاد اولاد وسخ وسخ عادي. عادي. تاني تاني عشان يبقى عندي كذا واحدة. لا واحد. احنا لا اولاد ثانية وسخ ثانية. عادي. طب انا هسجلها لوحدي وبركبهم انا. ماشي. لا احنا ولاد وسخ عادي. لا احنا ولاد وسخ عادي. ماشي. تعالى نعمل كتير قوي. لا لا فيكس. القرود قفلوا الباب وقفلوا اربع ترابيس، وقفلوا مفتاح من فوق ومن تحت، سكلين 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 سكلين، وحطوا ترابيزه ورا الباب وانزنقوا الترابيزه بالشومه. ايه؟ رجعوا يصلوا بصوت عالي قوي، هيمازاناهو لاباها شيمبابوي شيمبابوي وسالو نازي. يلا معايا، هيمازاناهو لاباها شيمبابوي وسالو نازي.
الأرنوب دخل من الشباك عشان كان مفتوح عادي بعد كل الأهم وبص لقى الكاميرا والفلاش محطوطين على الشمال وشكلهم يجنن، بس كان في صوت البنت الأرنوبة عماله تعيط. كان لازم يختار. مسك الكاميرا وشغلها وكل حاجة بتمر حواليه ببطء. دقات قلب صوتها يسمع الجيران والناس الهوملس اللي جنبهم. ايه الشوت ده؟ في ايش؟ في حس حس ايه ده؟ انت قلت ايه؟ عايش شطه؟ لا بقول ايه الصوت ده؟ ايه ده؟ عايز جامد قوي. لو في واحد هو انا عايز دلوقتي اكوين كاركتر واحد هوملس عايش شطه. انا لازم دي لازم عايش شطه. عايش شطه ليش ده عامل عايش شطه؟ عايش شطه فيها بالشوطه. يا لهوي دي احلى حاجه سمعتها في حياتي. عايش شطه يا قلبي ياني. I love it I love it. وانسميه مادي شطة مثلا او حاجة. وبصوت واطي اوي. هاي شط هاي شط. طب تفضل 5 جنيه. ايش عايز؟ انا مش عايز فلوس، انا عايز شط. كاركتر حلوة اوي. كاركتر حلو، دي احلى كاركتر في تاريخ البودكاست وحياتي. ماشي، هوملس هوبو شطة. هوملس هوبو، مش مجرد اي هوملس. هوبو هوملس هوبو عايش شطة. هاتولي شط. انتوا ليه بتكلموني كده؟ انا عايش. هو انت مش لاقي ابنك ولا؟ انا عايش شط. طب تعالى نحلق لك ونعيشك. مش عايز، انا عايش شط. زوري وجعني. يلا بينا. مش قادر. ماشي. مسك الكاميرا وشغل. ايوه. وشغل الكاميرا وصور الأنوبة وهي بتصرخ. قعد. انا عايش شرطة. مش بقى السريخ ده كله اللي جوه المحل ده. انا عايش شرطة. حلو قوي حلو قوي. انا عارف ايه احلى حاجة في الكاركتر دي؟ ان انت عملت الكاركتر وانا عملت اللاين. لا 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 مش كده، اكيد دي حاجه حلوه. بس انا قصدي ان الكاركترز كلها اللي احنا بنعملها بتدخل في السيجمنتس فجاه، بس ده حلو ان هو بتحسه فعلا بيقتحم الاوضه. طب يفتح علينا كده. يا جماعه انا عايش. لا تقولي هل في شطه هنا؟ مع السلامه. ماشي. مع السلامه. ماشي. صور انوبه وهي بتصرخ. وهي بتصرخ ايه. قعد يضحك ضحك هستيري ويدمع عشان ضميره لسه صاحي شوية. برافو. ايه ده؟ برافو. انا كتب ايه؟ عمل لايف. برافو عشان تعرفت تضحك كقرد، عرفت كأرنوب تضحك وتعيط في نفس الوقت. Thank you. دي مجهز لها من وانا عندي 16 سنة. انا عايش شاطر من عندي 16 سنة. مش هنخلص النهاردة. وش. عمل لايف وسمى الفيديو 18 بلس جهد ساد قبل الحاسب أرنوبة يتم التحرش بيها وضربها بالشومة. ما جالوش حد في اللايف عشان هو لسه مش انفلونسرز. قاعد يعيط زيادة بقى وتضايق. اتضايق من الظلم والقهر وان عنده صحاب مشهورين اكتر منه مع ان قصصه هو احلى. رمى الكاميرا على القرد الاساسي وقرر انه ينقذ البنت. ظهر له قرد اكبر وقال له ضحكنا عليك، مش ده القرد الاساسي، انا القرد الاساسي. القرود قعدت تهرجل. احنا قرود. وإيت ا لوت اوف بينتس. ليه؟ بس انا مش عايز بينتس، انا عايز انا عايز شطه. ماشي. والارنوب قال له يا جماعه حرام عليكم، كل واحد ما عرفش يتشهر في البلد دي. سيبوا الارنوبه في حلقه. ايه في الحلقه؟ سيبوا الارنوبه في حالها تيجي تقيز يا جماعه، مش كده؟ من بعيد ده صوت البعيد.
ده صوت الهورايزون. طلع صديق ال... صوت الهورايزون. في شطة في الهورايزون. انا في شطة في هو ده انا بحاول اوصل له من زمان. الشطة اللي في الافق. انا شايف شطة جاية من بعيد. ولا دي الشمس دي، انا عايز شطة. انا مش هيخلص. ها من بعيد طلع صديق الارنوب من الحلقة اللي فاتت. اللي مشافش الحلقة فاتت يروح يسمعها بسرعة. هي مش اللي فاتت، المرة اللي فاتت اللي عملنا فيها. ماشي. اللي هي ايوه. اونكل عماد او داث، ده كان شخصية يا جماعة اسمه عماد وهو الموت ذات نفسه. وهو موت. وهو موت جامد موت بجد حبال. كفاية بقى. ما تعرفش هل هو عايز هو شطة ولا هو is offering people. عايز شطة. اللي هو عايز ليمون يعني، عايز حاجات. عايز نعناع. طب يلا. لاحظت ان كل الناس اللي بيبيعوا نعناع كلهم بنفس درجة الفقر. اي حد بيبيع يعني نفس الحاجة هم بنفس درجة الفقر. يعني انت يعني انت عندك مثلا ممكن الناس تبقى ماشيه في شارع بيبيع ليمون وبقدونس وتحس انهم مختلفين. ممكن واحد بقميص، لكن كل اللي بيبيعوا نعناع كلهم ما اعرفش معنى. بس ما حدش فيهم عايز شط. انا عايز شط. طب ها يلا. اونكل عماد اللي هو داث كان جاي حواليه برق شديد وتدمير وتراب بيطير. القرود خافت وبصوا لعماد في خوف. عماد بص للارنوب وقال له انا عايز ميك ات اب تو يو عشان موتتك المره اللي فاتت بالغلط. ومسك المانجل بتاعه وبان عليه بصه شريره ما شافهاش الارنوب قبل كده في حياته او موته. الارنوب قال له انت ليه بتعمل ايه؟ بص له عماد وقال له بيتشز واتش اند شت ذا فاك اب. قعد عماد يلق. انت بتقولها زي مانجل المانجل المانجل مانجل مانجل مانجل. ماشي. انا عايز اتاكد بس عشان انا كنت بكتب القصه وانا مش متاكد. المانجل ده اللي هو الايه سكايف. ماشي اوكي. سباوف. سكايف. قعد عماد يلف المانجل. انا مش عارف ليه انسكيور انا بقولها. مش مشكله. المانجل المانجل ولا المانجل؟ يوه عايز اعرف. السكايف. لا عايز اقول المانجل. المانجل. ماشي. قعد عماد يلف المانجل بتاعه فوقيه والمانجل يشاع الوان بنفسجيه مليئه بالطاقه السوداء. القرود قعدت تهرجل من الخوف. ولكن القرد الاكبر واقف وما تهزش وباصص لعماد كاجولي وقال له انت شكلك مش فاكرني. معلش مش صوت عامل ازاي؟ معلش مش واخد بالي. قعد عماد يقول تعويذ. مش عارف ليه قلتها كده. قعد عماد يقول تعويذ والمكان كله بقى مليء باللون البنفسج وحصل انفكار تعويذي. واختفى كل القرود ما عدا القرد الاكبر. بص له القرد الاكبر وقال له انت موتتني بالغلط قبل كده فيو قومي انا كمان. الارنوب جري على القرد وما هموش اي حاجة وايه حط الشومة في بقه بومة الشولة. عماد قال للقرد الكبير Now I owe you nothing bitch. الارنوب بص على القرد الكبير وهو بيتلاشى. معرفش ليه هما كانوا في افنجرز يعني بس. وبعدين جري على الارنوبة اللي كانت مربوطة عشان ينقذها بس ما لقاهاش. بص في ذعر لعماد وقال له انت عملت ايه؟ عماد قال له ايه ما انا ما بصيتش بقى مين ضحية ومين شرير انا كنت جاي انقذك حبيبي. الارنوب قال له انا كان نفسي اعمل مغامرة لنفسي بس واضح اني لازم اروح انقذ البنت. عماد قال له لازم فعلا مش عايز اقعد اقول ناس كتير. يلا يا ابني هات الكاميرا ويلا بينا. بص الارنوب على الارض ما لقاش الكاميرا. الله طب راحت فين يا ترى؟ بص بره من الفاترينا ولقى واحد مبرق وخايف ومسك الكاميرا وبيصور. الارنوب طلع له وقال هو انت صورت كل حاجه حصلت كونفينينتلي؟ الولد وقف الكاميرا وهز راسه عشان يقول قال له قبل الارنوب قال له وانت انفلونسر وناوي تعمل ابلود للفيديو ويبقى فايرل كونفينينتلي؟ الولد هز راسه موافقا تاني. الارنوب ابتسم
ونسى الأرنوبة المسكينة وركز في الشهرة أكتر. فجأة الأرنوب بقى واثق من نفسه وقال: Keep the camera rolling, motherfucker. لو عايزين تشوفوا فيديوهات أكتر اعملوا سبسكرايب تحت وما تنساش تدوس على الجرس. This has been أرنوبكم المفضل. Peace out, motherfuckers. احب قوي ان كل شخصياتنا لازم فيها ممكن يبقى افريكان امريكان في لحظه. ديث بقى ارنوب كنزي اي حد. Give me shot mother fucker. I want some chili. تشيلي صح. طب ها يلا. عماد حس بخيبه امل من الارنوب وانجراره ناحيه الشهره. اخد عماد المانجوليو بتاعه ونط من الفاترينا وابتدى يتجه ناحية الهورايزون تاني لما سمع الأرنوب بيقول له: عمدة استنى ألا. بص عماد ولقى الأرنوب والولد الانفلونسر التافه واقفين وراه بالظبط. التافه. الأرنوب بص له وقال له: يلا احنا التلاتة سكر نبات نروح ننقذ الأرنوبة من البلبوتة. بعدين الأرنوب والولد قالوا في صوت واحد: ده لو صورنا فيديو هاي فايرال وش. I can already imagine it. أرنوب ينقذ أرنوبة من عالم الأرواح بمساعدة صديقه عماد وصاحبه اللي مش هيتكلم طول القصة. على فكرة أنا بتكلم اللي مش هيتكلم طول القصة. Meanwhile في عالم السبريت وورلد اللي الحيوانات لما بتموت بتعيش فيه، الأرنوبة تصحى تلاقي نفسها عند الكوافير عشان الـ HR في الـ Spirit World Sexist وفاكر إن هو ده المكان الأنثى لازم تروح له لما تموت. الأرنوبة المسكينة بصت على نفسها في المراية، شافت الدموع والماسكرة السايحة، بصت برا الكوافير وشافت الصخور الثابتة والبراكين والشجر اللي حست بضربات قلبها بتزيد. الأرنوب أنقذني. هو ده هيبقى صوتها؟ ده خلي لا استنى نخلي صوتها مختلف عن الأرنوب شوية. ماشي الأرنوب أنقذني. لا هي هتبقى كنزي. صحيح موت بس مش على إيد القرود. طلعت موبايلها أنا متضايق أوي إن هي صوتها زي كنزي أصلا. طيب. وأنا بكتب البارس فاتها كنت فاكرها سمارت أوي. الأرنوب أنقذني. صحيح موت بس مش على إيد القرود. شو اللي انت عايزة؟ أنا عادي مش عنديش مشكلة. الأرنوب أنقذني. صحيح أنا موت بس مش على إيد القرود. صح؟ إيش؟ طلعت موبايلها وصورت نفسها في المراية وعملت هاشتاج موت مبكر عذراء اليمامة وبعتت الصورة لل 240 ألف فولور اللي عندها. هو ده ليه بتتكلم زيها؟ أيوة هي هذا الناريتر، هي ما بتتكلمش دلوقتي. أيوة أنت ما تتكلم بقى بصوتك، أنت بتتكلم بصوتها دلوقتي. بجد؟ أيوة. حست براحة انستنت وابتدت تبص حواليها وفكرت هل ممكن تكون هي بطلة القصة دي كنوع من أنواع المساواة بين الأرنوبين والأرنوبات؟ ولا هيفضل الأرنوب الرجل هو البطل عشان إحنا ولا الكلب؟ كان الأرنوب عمل جيل بريك على الآيفون بتاعه عشان يشوف السوشيال ميديا بتاعت السبيريت وورلد. الطريقة تافهة أوي عشان تشوف. لو كل ده السكيورتي هتلاقي دلوقتي مش هيعرف عشان البرايفسي بتاع القرف. كنت متأكد والله. فشاف يا جماعة انتوا مش فاهمين فاروق متعصب ليه، هو متعصب من حلقتين فاتوا. فشاف الهاشتاجز وعدد الفولورز بتوع الأرنوبة، استغرب الأرنوب وبص لعماد والإنفلونسر وقال لهم We just got ocean 8th. عماد ما فهمش وقال له We just got ghost busted. انت بتقول ايه؟ We just got dirty rotten scoundrel. البطل الأرنوب يقول حاجات من البوب كولتشر مش شرط كل الناس تعرفها. بعد 42 مثال فهم عماد والإنفلونسر إنهم اتعمل لهم ريميك with all female cast. بص الأرنوب into the horizon وقال بثقة إحنا مش هننقذها. اشتدت الرياح والأشجار رقصت غصب عنها المرة دي. ترارات مش عايزة ترارات. روعة حلوة. احنا نتجوزها. بصوله في استغراب
قام الأرنوب قايل أجوزها أنا قصدي، أكيد مش كلنا عشان مفيش تعدد أزواج في الغابة. إشمعنى يعني؟ عماد سأله، إيه الفكرة؟ الأرنوب قال له عشان عندها فولورز كتير، وأكيد لو سيبنا بعض هناخد نصهم صح؟ هاخد أنا نصهم صح؟ صح؟ صح. وعملوا أكورد هاي فايف في الهواء وبصوا لبعض. وبصوا لبعض ومعرفوش يقولوا ايه لمدة 5 ثواني، وتحركوا مع بعض هما التلاتة in silence. Meanwhile الأرنوبة عملت ظهور مفاجئ في برنامج أموات ولكن we feel alive. استضافها المذيع وسألها ايه خطواتك للنجاح الباهر ده والفولورز الكتير دي؟ قالت الأرنوبة بكل ثقة وبصت للجمهور، فكري في شغلك وما تخليش اي راجل أرنوب حقير ي hold you back. Okay ladies، الجمهور قاعد يشجعها ويسقفوا واو واو واو. بس انا مش بقول ما تتجوزوش يعني، عادي براحتكم، هو مش يا لا ما تبقيش غشيمه. الجمهور كله الجمهور كله اصدر اصوات يا عم استنى، الجمهور كله اصدر اصوات هاديه بالموافقه. ياي برافو. ايه بقى أرب. بس الجواز مش هدف، قصدي لو جا ماشي لو ما جاش عادي برضو. الجمهور سكت وزهق من الجاستيفاينج الريزنبل الجاستيفاينج الريزنبل ده، فجأة اقتحم الاستوديو. عماد والأرنوب والولد كان معاهم كرو بيصور اللي بيصوروا ببرنامج عشان يعملوا رياليتي تي في، والولد اللي كان بيصور اللي بيصوروا اللي بيصوروا عشان بيعمل لايف بلوجينج. الجمهور كانوا بيصوروا كل اللي بيتصور عشان السناب شات. الأرنوب حس بالزمن بيهدى فجأة وحس بجوز بامبس في ديله. نفسي قوي الناس اللي بتسمع ده تحس بجوز بامبس في حتة فيبقوا ويرد داوت قوي، يحسوا ايه ده رياليستيك قوي. هقولها تاني هحاول اجيب للناس جوز بامبس. ماشي اكيد لو هما they'll see it coming مش هيجيلهم جوز بامبس. لا 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 هحاول هبقى لطيف. ماشي عارف اللي هو هبقى اللي هو مش سكسي بس اللي هو هجيب جزء هشوف ماشي. الأرنوب حس بالزمن بيهدى فجأة وحس ايه ده في ايه؟ ايه اللي حصل؟ وقعت على روحي من الضحك، قاعد بحس ان الناس كلها متوقعة ان هي ماشي ان هي ان هم هيقعدوا يقولوا اكيد يعني مش هيجيب لنا جوز بامبس، بس ايه ده تفتكر هيجيب لنا جوز بامبس؟ اه بالظبط، هو ده اللي عاجبني الكونفليكت. ماشي الأرنوب حس بالزمن بيهدى فجأة وحس بجوز بامبس في ديله. اتشط يا ابا اتجيبوا شط. انا اجيبوا شط، انا عايش عايز شط. هو شغال في استيراد وتصدير شطة، فهو بيبقى ساعات عايز شطة وساعات عايز يبيع شطة. اوكي انا بقى احنا بقالنا كتير. ها حس انه overwhelmed وانه ما نفسوش في كل ده فعلا. الارنوب خطف المنجل بتاع الموت من عماد وقال له الوداع ورفعه لفوق و وايه رفعه لفوق وايه وقعد يلف بسرعه وفتح بوابه الظلام. الاستوديو كله فضل ثابت والناس كلها اتجمدت في مكانها ما عدا الارنوب. كان صوت الصمت عالي جدا. الارنوب اتمشى حوالين الاستوديو وصوت خطوات رجليه بتعمل صدى صوت. بص الأرنوب للأرنوبة وفي دمعة في عينيها وحس بالذنب وقال انتي تستاهلي حد مشهور، تستاهلي حد يجيب لك ريتش وقت لما يبقى ما عندكيش. الأرنوبة الدمعة اللي في عينيها كبرت قوي ودخلت جوه مناخيرها وسدتها وابتدى وشها يزرق وهي مش عارفة تعمل ايه عشان متجمدة. الأرنوب امشالها ورماها في بوابة الظلام اللي هي اصلا بتعمل شورت لينك لموقع سبيد ديتنج للإنفلوينسرز. اي حاجة. البوابة قفلت والناس فاقت وي. والأرنوب بص لعماد اللي كان مستغرب بس كان فخور بالأرنوب. الأرنوب قال له كفاية كده أنا عايز أروح. فتح عماد اللابتوب وعمل كنترول زي عشان كل حاجة ترجع زي ما هي، والأرنوبة تحولت لديجيتال أفاتار في الكلاود.
والانفلونسر الصامت عمل دي اكتيفيت للاكونت بتاعه وراح يدرس لغه الاشاره. حلو قوي، عجباني قوي قوي قوي. ساتشن انتربرينور شيب ماستر انفلونسر. والقرود فتحوا دوجو في السبيريت وورلد عشان يطلعوا غضبهم فيه بالرياضه، وراح الارنوب للغابه تاني في هدوء وسكينه، وعلق صوره الارنوب على الشجره ونام جنبها وهو مبتسم، بس كان لسه جعان. وتوتا توتا بطوتا. Oh man. Oh man, this shit is tight. We hope you guys enjoyed this. Yes. Thank you so much. افتكروا بيبي كوالا. Yes. Think about it. Send us stuff. Yep. احنا على بوديو انغامي بس. وافتكرونا كده. افتكرونا كده وقت لما نموت. Yes. باي. سيمبا. شطة يا أنا عايش شطة. أنا عايش شطة. لازم ما ينفعش ننهي بسيمبا، لازم ننهي بشطة. لازم تاني. أنا عايش شطة. أعتقد هو الناس هو الناس بتجيب له شطة كتير قوي فبتدي يحاول يوزع. عايش شطة. انا معايش. انا حاسه مثلا من كتر ما هو اوبسست بالشطة، عارف انت لما في رمضان وقت الفطار لما حد يكون في الشارع ومروح فالناس تقعد تدي لك اكل وكده، هو هيقعد يدي الناس شطه. خد شطه في بقك، خد شطه، خد شطه في بقك، اكسر صيامك يا كافر. وبعد كده تخلص منه الشطه في انا عايز شطه. يلا معايا. هي مازان وقولا بها شيمباوي وقوسالو ناري.